السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين إضافية من الأجسام الجاسية مدونة في الفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. مذاكرة الفيزياء التراكمية أي كل درس بيومه. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. لا تنسى المسابرة. تقرأ المسألة مرة مرتين ثلاثة بتلخص المسألة لمعطيات ومطالب إما عن طريق رسم أو عن طريق كتابة المعطيات بالرموز المناسبة. أنا عندما قرأت المسألة لقيت إنه بدها الرسم. تطفو قطعة خشبية منتظمة الشكل طولها 2.5 متر. هاي القطعة الخشبية وهي طولها وكتلتها 91 كيلوغرام على سطح الماء، ويقف الرجل كتلته 72 كيلوغرام على هذه القطعة على مسافة 22 سنتيمتر. رسمت الرجل هنا، هاي الطرف وهي بعده عن الطرف 22 سنتيمتر. وعند الطرف الآخر تقف ابنته التي تبلغ كتلته 20 كيلوغرام على مسافة 1 متر من هذا الطرف. الطلب الأول: أوجد مركز كتلة هذا النظام. إذن إن لم نرسم ومنحدد نظام الإحداثيات، بيكون نظام الإحداثيات في نهاية الخشبة بالقرب من الأب. أنا رسمت الأب هون والبنت هون، ممكن أنت ترسم الأب هون والبنت هون، حيفرق الاتجاهات بس. لحساب مركز كتلة هذا النظام نطبق هذه المعادلة ومنعود. أنا عطيت M1 للخشبة وM2 للأب وM3 للبنت. شوف التعويض. X1 إحداثي يعني بعد مركز ثقة القطعة الخشبية عن نقطة الإحداثيات هي 1.25، يعني نصف هذه. بعد الرجل معطى بالسنتيمتر حولته للمتر. بعد البنت عن نقطة الإحداثيات هي المسافة من هنا لهنا، هي تبعد عن هذا الطرف 1 متر. إذن 2.5 ناقص الواحد بقي عندك 1.5. نكون خلصنا الطلب الأول. الطلب الثاني: إذا قفز الأب عن القطعة الخشبية إلى الخلف في اتجاه المعاكس لابنته. هي الابنة، هي الاب، إذن حيقفز بهذا الاتجاه نحو اليسار نحو اكس السالب حسب رسمتنا بسرعة V تساوي 3.14 متر لكل ثانية بالنسبة للماء. فكم تبلغ السرعة الابتدائية للقطعة الخشبية والطفلة؟ إذن سرعة الرجل بالنسبة لرسمتي حتكون سالبة V2 سالب 3.14 متر لكل ثانية بالنسبة لرسمتي. لتحديد السرعة الابتدائية لنظام الخشبي والبنت، ضع في اعتبارك الحفاظ على الزخم، كمية الحركة الابتدائية أو الزخم الابتدائي يساوي كمية الحركة النهائية أو الزخم النهائي. في البداية كانوا 3 في حالة سكون. بعد ما قفز الرجل الخشبي والبنت جسم واحد، هاي سرعته. أنا سميتها V1.3، أنت فيك تسميها V من غير أي أرقام. زائد M2 كتلة الأب وV2 هي سرعة الأب. نحن بدنا هذه. إذا منرتب المعادلة بهذا الشكل حتى تصير بهذا الوضعية. عوضنا M2 إلى للرجل، هاي كتلته، وV2 للرجل هذه هي. ليش سالبة؟ لأنه في اتجاه إكس السالب. فبتطلع عنا سرعة البنت وقطعة الخشب بالاتجاه الموجب حسب رسمتي. لا تنسى مسألة سهلة وحلوة وممكن تجي بامتحانات.
وفي رعاية الرحمن، ولا تنسونا من الدعاء.